متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم آخر التحديثات الجوية بشأن المنخفض الجوي. نبدأها دائما بصور الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى تمركز المنخفض الجوي حاليا إلى الشمال من الأراضي المصرية، تحديدا تقريبا إلى المناطق الغربية من مدينة القاهرة. كما نلاحظ هناك دوران كبير للسحب يحدث حاليا فوق هذه المنطقة. كما تلاحظون تندفع السحب إلى الشرق، من الشرق إلى الغرب هنا، ومن هنا من الغرب إلى الشرق، كدلالة على عمق هذا المنخفض الجوي الذي يسجل قيم متدنية. طبعا على الجانب الآخر، تأثرت كما لاحظنا اليوم المملكة بعدة ظواهر جوية تأتي في مقدمة هذا المنخفض الجوي، إلا أن الآن هناك وجود لجبهة هوائية باردة تقع في هذه المنطقة مترافقة معها سحب رعدية شديدة الغزارة، يمكن ملاحظتها من هنا، حيث يوجد جبهة هوائية باردة ممتدة من شمال الأراضي شبه جزيرة سيناء إلى جنوب الأراضي المصرية. تقريبا هذا هو مكان تمركز المنخفض الجوي. يتحرك المنخفض الجوي ببطء شديد نحو الشرق والشمال الشرقي، وهو بطيء الحركة، ويوجد هنا جبهة هوائية باردة. يتوقع بمشيئة الله تعالى خلال يعني ربما الساعتين القادمتين أن يبدأ التأثير الفعلي للذروة الأولى لهذا المنخفض الجوي والمصنف من الدرجة الرابعة بسبب عبور الجبهة الهوائية الباردة، تتحرك بشكل تدريجي باتجاه الشرق. أثناء وقبيل عبور هذه الجبهة يتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية شديدة السرعة وعاتية، تتجاوز سرعتها ما يتجاوز 120 كم بالساعة. وأثناء عبور هذه الجبهة يتوقع أن تنشط ما يسمى بالسحب الرعدية ذات الهطولات الغزيرة المطرية التي ستكون في بعض المناطق شديدة الغزارة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في مناطق واسعة من المملكة. إذن هذا هو المشهد حتى اللحظة. كما تلاحظون إذن عمق شديد لهذا المنخفض الجوي، دوران كبير، عواصف رملية في الأراضي المصرية. مطار القاهرة الدولي رصد أكثر من 10 ساعات متتالية لأمطار رعدية في حادثة نادرة تحدث في الأراضي المصرية، ويتوقع بمشيئة الله تعالى انتقال هذا المشهد تدريجيا باتجاه مناطق بلاد الشام. سرعات عالية رياح، وصلتنا العديد من الصور عبر منصات طقس العرب المختلفة والتقارير لأضرار كبيرة تحدث حاليا بسبب سرعة الرياح العالية. نستعرض سوية يعني آخر قراءات محطات الرصد الجوي لهبات الرياح في لواء البتراء 120 كم بالساعة، سرعة هبات الرياح في الرشادية تقريبا 110، في الكرك 120 كم بالساعة، في العاصمة عمان أقصى سرعة لهبات الرياح وصلت إلى 95 كم بالساعة، وفي مدينة عجلون وصلت إلى تقريبا مرتفعاتها إلى 110 كم بالساعة. العديد من الفيديوهات والصور والتقارير وصلتنا من مناطق معينة مثل مناطق الأغوار، مناطق منخفضة. هناك كان شكاوي العديد من المزارعين عن اقتلاع الرياح إما لأشجارهم أو حتى البيوت البلاستيكية. دعونا نستعرض لماذا الرياح تكون قوية حاليا في مناطق الأغوار. يوضح هذا الرسم لديكم أن العاصمة عمان، وهو رسم حقيقي لتضاريس المملكة، العاصمة عمان تقع في هذه المنطقة، تهب الرياح الشرقية بهذا الاتجاه. وعندما نقول أن الرياح شرقية إنها تهب من الشرق إلى الغرب، هذه الرياح الشرقية أثناء مسيرة بهذا الاتجاه، وبسبب أن مناطق الأغوار كما تشاهدون هي مناطق أصلا منخفضة تضاريسيا عما هو الحال عليه في مرتفعات المملكة الغربية بما فيها العاصمة عمان، تهبط هذه الرياح مع تحدر التضاريس ويتشكل لها قوة إضافية وتصبح شديدة السرعة في هذه المناطق، وبالتالي تضرب مناطق الأغوار والمناطق الشفاغورية بسرعات عالية جدا غير معتادة لدى سكان تلك المناطق، وذلك هو سبب تفسير الأضرار الكبيرة الحاصلة في تلك المناطق بسبب اقتلاع الأشجار أو انهيار الأسوار أو حتى المشاكل التي تحدث في البيوت البلاستيكية. ربما بعض سكان مناطق العاصمة عمان لا سيما المناطق الشرقية يتحدثون عن سرعات عادية للرياح، وذلك أمر متوقع بسبب أن سرعة الرياح تزداد شدة كلما اتجهنا غربا، وتحديدا في المناطق الشفاغورية والمناطق الغورية. والسبب العلمي الحاصل لذلك كما ذكرنا هو بسبب اختلاف التضاريس، تصعد هذه الرياح الشرقية فوق الجبال ومن ثم تهبط بسرعة كبيرة جدا إضافة إلى سرعتها الأصلية باتجاه المناطق مثل مناطق الأغوار والمناطق الشفاغورية. هذا أيضا حاصل الأمر في مناطق مثل البحر الميت على سبيل المثال، هناك تقارير لرياح شديدة جدا تحصل في تلك المناطق. نفس الموضوع، العاصمة عمان أو حتى مرتفعات مادبة والمناطق الشرقية تهب رياح شرقية كما تلاحظون قادمة
القادمة من الصحراء، هذه الرياح تأتي بهذا الاتجاه، ولكن مع تحدر أو وجود وديان وانخفاض في الارتفاع المستوى سطح البحر تهبط معها الرياح وتصبح شديدة جدا وعاتية وذات سرعات عالية، تضرب هذه المناطق وتسبب أيضا بوجود أمواج في البحر الميت تجعل الموج قوي ويدفع باتجاه المنطقة الغربية، وذلك أيضا يؤدي إلى بعض الأضرار في الممتلكات في مناطق مثل الكرامة ومناطق أيضا في الأغوار بسبب هذه الرياح. ما هو متوقع خلال الساعات القادمة إذن كملخص؟ هو وجود أجواء يعني بوجه عام مضطربة خلال ساعات هذه الليلة، ذروة الأولى لهذا المنخفض الجوي خلال ساعات منتصف هذه الليلة، نتوقع فيها رياح شديدة وأمطار رعدية ستبدأ بعد قليل وتؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق، وتستمر هذه الذروة حتى ساعات الصباح، ثم تتراجع الفعالية الجوية بشكل ملحوظ في بعض المناطق، تهدأ سرعة الرياح بشكل لافت مع دخولنا في ساعات فجر وصباح يوم غد، لكنها تعاود بالنشاط الشديد لكن لا سيما في المناطق الجنوبية من المملكة. العاصمة عمان ستكون أعلى ذروة للرياح بها هذه الليلة، إنما غدا تكون سرعة الرياح نسبيا أقل مما عليه الوضع عما سيكون عليه وضع هذه الليلة. الذروة الأخرى للمنخفض الجوي عندما يتحرك باتجاه المملكة، وذلك الأمر غدا بعد الظهر والعصر، تعاود هطولات مطرية قوية مرة أخرى بالهطول مع دخولنا مع ساعة عصر ومساء يوم غد الجمعة، وتستمر حتى ساعات نهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى. بين الذروتين يعني بين هذه الليلة ونهار الغد لا يستبعد هبوب عواصف ترابية ورملية مرة أخرى كنتيجة لسرعة الرياح الكبيرة جدا والعاتية التي ستكون على شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر وحتى مناطق جنوب المملكة، كون الرياح ذات الاتجاه الجنوبي أي تنتقل من الجنوب إلى الشمال. قبل الختام نود أن نقف ونستعرض معكم حالة الطقس حاليا في بعض مناطق المملكة، وبالتالي ننتقل إلى الزميل إبراهيم خليفات من منطقة لواء البتراء ليطلعنا عن الأحوال الجوية السائدة في منطقة لواء البتراء. مساء الخير زميل إبراهيم، يا ريت تطلعنا على الأحوال الجوية في منطقة لواء البتراء. مساء الخير أخ محمد، يعطيك ألف عافية. في البداية بعتذر، أنا بصور من داخل السيارة لأنه صراحة صعب جدا أنك تقف في الخارج نتيجة شدة الرياح، رياح عاتية في الوقت الحالي تسيطر على مناطق لواء البتراء، هبات الرياح تجاوزت 120 كيلو متر في الساعة. هاي الرياح الشديدة تسيطر منذ ساعات الصباح تقريبا على المناطق لواء البتراء، عملت على اقتلاع وتكسير لبعض الأشجار، كما عملت على تطاير كل ما هو قابل للطيران مثل خزانات الماء اللي تطايرت في لواء عديدة، بعضها سقط على بعض السيارات عمل على تحطيمها. أيضا عملت الرياح الشديدة على تكسير عدد من النوافذ وواجهات المحلات التجارية، مستشفى لواء البتراء أيضا تعرض في بعض واجهاته وبعض النوافذ فيه إلى التكسير. هذا كل ما لدينا في الوقت الحالي باختصار، هي رياح عاتية تسيطر على لواء البتراء منذ ساعات الصباح. شكرا للزميل إبراهيم خليفات. ننتقل أيضا إلى الزميل عامر قحف الذي تواجد في بعض مناطق غرب العاصمة عمان، لا أدري بالضبط أين المنطقة سيطلعنا عليها الآن. زميل عامر، ما هي الأحوال الجوية لديك؟ ويريد تطلعنا بصورة الأحوال الجوية حاليا في المنطقة اللي أنت متواجد فيها. مساء النور زميل محمد، وكافة السادة المشاهدين، نحن متواجدين في منطقة القيص مراحل عاصفة رياح شديدة السرعة تقدر بحوالي سرعتها تتجاوز هبات حاجز 100 كيلو متر في الساعة هنا في منطقة القيص، ونرجو السلامة للجميع. ندعو السادة المستمعين والمشاهدين إلى تكثيف المقتنيات لديهم في ظل هكذا أجواء شديدة وعاصفة رياح هنا، وندعو السلامة إن شاء الله ونتمنى السلامة للجميع. لا أمطار هنا في منطقة عمان صراحة، ونتمنى بإذن الله تعالى تعم الأمطار كافة مناطق
أو محافظات المملكة هذه الليلة ونهارها. إلى هنا زميل محمد، عودة لك في استديوهاتنا في تصل العرب. إذن كل الشكر للزميلين إبراهيم خليفات والزميل عامر قحف. سنبقى معكم أولا بأول في آخر تحديثات هذا المنخفض الجوي. لا تنسوا دائما بتحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو مستجد في الأحوال الجوية، كما دائما فعلوا زر الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب أو تواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لطقس العرب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.